السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني وأحبابي في الله، في خبر انتشر جدا على وسائل التواصل، هو خبر صحيح دعته كتير من وسائل الإعلام الموثوقة، وهو أن الإحصاءات التي تتابع نسب الديانات في العالم أجريت إحصاء في إنجلترا في العام الماضي. هي الإحصاء دي تخص سنة 2021 ولكن نشروها في هذا الوقت. الإحصاء دي بتقول أن نسبة المسيحيين في كل من إنجلترا وويلز انخفض بشكل غير مسبوق، لدرجة أن لأول مرة من 1000 سنة تقريبا، خلي بالك أن المسيحية بتحكم إنجلترا بقالها 1400 سنة تقريبا، خلي بالك أن إنجلترا أصبحت مملكة مسيحية في نفس التوقيت الذي بعث فيه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، من 1400 سنة وإنجلترا بدينها الرسمي هو الدين المسيحي، من 1000 سنة وأغلبية سكان إنجلترا من المسيحيين، ونسبة كانت نسبة كبيرة جدا بتتجاوز 90% من سكان إنجلترا. وطبعا إنجلترا، ملك إنجلترا أو ملكة إنجلترا بيسمى حامي الإيمان، وهو رأس الكنيسة، يعني هو ليه منصب ديني. وطبعا إنجلترا كانت هي اللي متصدرة في الحروب الصليبية، وكان يعني حمايتها للمسيحية، وخلي بالك إني جزء أساسي من أهداف الاستعمار البريطاني لدول كتيرة جدا في العالم، كان على رأس هذه الأسباب هو نشر الديانة المسيحية، وفعلا استطاعوا أن هم ينشروا الديانة المسيحية في أماكن كتيرة جدا من العالم. وخلي بالك أن المسيحية أصبحت الديانة الأولى في العالم من حيث التعداد بعد الاستعمار الغربي لدول العالم. ده معناه إيه؟ معناه أن الحدث ده يعتبر فعلا حدث تاريخي. ولكن المهم في الموضوع هو ايه؟ هو ان هل الحدث ده مفرح لينا احنا كمسلمين؟ يعني احنا لما نسمع ان المسيحية في بريطانيا انخفض اعداد المعتنقين لها وما بقتش ديانة ذات أغلبية مطلقة، كان قبل كده نسبة المسيحيين بتتجاوز 90%، دلوقتي لأول مرة بيوصل نسبة المسيحيين في إنجلترا إلى 46%، ودي نسبة أول مرة تحصل في التاريخ أن يكون عدد المسيحيين أو نسبة المسيحيين في إنجلترا 46% من السكان. يعني الإنجليز الغير مسيحيين أكتر من الإنجليز المسيحيين. الكلام ده بالنسبة لنا إحنا كمسلمين خبر يستحق ان احنا نفرح له، ولا خبر يستحق ان احنا نقلق من اجله؟ يعني خبر مقلق ولا خبر مفرح؟ الحقيقة الخبر ده خبر مقلق، ليس خبر مفرح ابدا. يعني انا لما اقرأ هذه الاحصاءات هذا لا يجعلني افرح، بالعكس هذا يجعلني في حالة من القلق وفي حالة من عدم الارتياح. طيب ليه كده؟ هو انت زعلان ان الاسلام بينتشر؟ اقول لك لا طبعا مش زعلان ان الاسلام بينتشر، ولكن الحقيقة هو ان الانخفاض الكبير جدا في نسبة المسيحيين في انجلترا ليس لحساب الاسلام، يعني الناس اللي تركوا المسيحية ما بقوش مسلمين، لا ده اللي تركوا المسيحية دول بقوا ملاحدة. خلي بالك دي نقطة مهمة جدا، يعني في انحصار أيوة للمسيحية في إنجلترا، بس لحساب مين؟ مين المستفيد منها؟ المستفيد منها بالدرجة الأولى طبعا في جزء منهم أصبحوا مسلمين، ولكن الغالب الأعم من هؤلاء المسيحيين اللي هم تركوا المسيحية أصبحوا إيه؟ أصبحوا ملاحدة لا يؤمنون بدين. طب هم لما يصبحوا ملاحدة ده شيء يفرحنا إحنا كمسلمين ولا يزعلنا؟ أكيد الشيء ده يزعلنا للغاية. في الأول قبل ما أبرر ليك هو ليه الخبر ده مقلق بل وممكن يكون كمان محزن لينا إحنا كمسلمين، هعرض عليكم إحصاءات النسب الدينية لسكان إنجلترا. في سنة 2001 يعني من 20 سنة تقريبا كان عدد المسيحيين 35,250,000 بنسبة 71.7%. بعد 10 سنوات انخفضت نسبة المسيحيين من 35,250,000 إلى 31,500,000 تقريبا، وبقت النسبة بتاعتهم من 71% إلى حوالي 60%، 59.4%. بعد 10 سنين كمان اللي هو السنة اللي فاتت بقى في 2021 انخفض العدد تاني
ووصلوا ل 27 مليون و500 ألف بنسبة 46.2%. يعني شوف في 20 سنة فقط تناقص عدد المسيحيين في إنجلترا من 71% ل 46%، دي نسبة يعني مفزعة، نسبة تحول رهيبة من 71% ل 46% في 20 سنة فقط، هذه نسبة مفزعة. طيب الكلام ده كان لحساب مين؟ كان لحساب المسلمين. المسلمين كان عددهم في سنة 2001 في إنجلترا 1,500,000، مليون ونصف المليون بنسبة 3.1%. بعد 10 سنين زاد المسلمين، وصل تعداد المسلمين ل 2,660,000 وأصبحوا بيمثلوا 5% من السكان. بعد 10 سنين كمان في سنة 2021 زاد أيضا عدد المسلمين ووصلوا 3,900,000، يعني تقريبا 4 مليون، وأصبحوا بيمثلوا 6.5% من سكان إنجلترا. ده نمو ممتاز جدا وشيء مفرح جدا وشيء يسعدنا جدا كمسلمين. بس الشيء بقى المخيف في الموضوع ايه؟ هو نسبة الملاحدة او اللادينيين. كانوا في سنة 2001 عددهم 7,170,000 تقريبا بنسبة 14.6%. في سنة 2011 بعد 10 سنين شوف بقى الزيادة المهولة، من 7,170,000 بقوا 13,114,000 بنسبة 24.7%. يعني الملاحدة تضاعفوا تقريبا في 10 سنين في إنجلترا. وبعدين في سنة 2021 زاد عددهم من 13,114,000 ل 22,200,000 وأصبحوا يمثلوا 37.2% من سكان إنجلترا. هذه الزيادة المهولة في الإلحاد زيادة لا تبشر بالخير، لأن خلي بال حضرتك من حاجة مهمة جدا، أن أي شخص متدين بأي دين مهما كان، حتى لو بيعبد الفئران، حتى لو بيعبد الكلاب، حتى لو بيعبد البقر، ولكن في الآخر مؤمن بدين، مؤمن بوجود إله، حتى لو كان الإله ده في دماغه فار أو كلب أو قطة أو أي حاجة، هذا لا شك أنه أفضل من الذي ينكر وجود إله خالق للكون من الأصل. لأن أنت لما بتيجي أنت كمسلم يعني عايز تدعو هذا الإنسان إلى الإسلام، عايز تدعو هذا الإنسان إلى عبادة الله وإلى معرفة الله عز وجل، لو رحت الواحد بيعبد البقر هيبقى عملك معاي، مجهودك معاي أن أنت عايز تقنعه أن البقرة دي مش هي اللي خلقته ولا هي اللي خلقت الكون، وأن هذا الكون له خالق عظيم. بس هو في الآخر مؤمن إن في خالق، يعني أنت وهو مشتركين في النقطة دي، خلاص هو تجاوز نقطة إن هل هناك خالق للكون ولا لأ، هو خلاص مؤمن بيه ولكنه ضل في معرفة هذا الخالق، مش عارف مين اللي خلق الكون، فاعتقد إن صنم من الأصنام، أو حتى هو آمن بالله عز وجل ولكن آمن بصورة غير صحيحة، نسب لله الولد أو الشريك أو الزوجة إلى آخره من هذه الأشياء. هيكون الأمر أسهل بكتير جدا إنك أنت تقنعه إن ربنا ملوش ولد، أو إن ربنا أعظم من إنه يكون له شريك في الملك، أو أعظم من إنه يكون له زوجة، أو أعظم من إنه يكون له أقانيم ثنائي أو ثلاثي الأقانيم. النقاش معاه هيكون أسهل بكتير من إنك تتناقش مع واحد أصلا بينكر وجود إله خالق للكون. الأمر هنا هيكون أصعب جدا، لأنك أنت محتاج الأول تقنعه إن هذا الكون له خالق، وبعدين تقنعوا بأن هذا الخالق هو الله، وبعدين تقنعوا أن الله أرسل محمدا عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق. فهنا شوف في كام عمل أنت محتاج تقوم به مع هذا الملحد، فالأمر هنا بيكون أصعب بكتير جدا، خاصة أن هذه الزيادة على حساب أقرب دين إلى الإسلام. يعني خلي بال حضرتك أقرب الديانات كلها إلى الإسلام إيه؟ هي المسيحية. مسيحية هي مادة الإسلام. يعني حضرتك لو فكرت كده وتأملت في العالم ستجد أن أكثر من يتحولون إلى الإسلام من كل الديانات هم المسيحيون. تأمل كده العالم من حواليك، أكثر ناس بيقبلوا الإسلام هم المسيحيون، أكثر ناس بيتحولوا إلى الإسلام هم المسيحيون، أكثر من اليهود، أكثر من البوذيين، أكثر من السيخ، أكثر من الهندوس، أكثر من أي حد، أكثر من الملاحدة،
اكتر دين قابل ان انت تقدر تتناقش معاه لان انت مشترك معاه في اصل الاصول، وهو الايمان بوجود خالق للكون، وان هذا الخالق للكون هو الله عز وجل. كمان مؤمن معاك ان ربنا هو اللي خلق الكون، بس هو عنده مشكلة في ايه؟ في ان هو بينسب لله عز وجل الصاحبة والولد، فانت محتاج تتناقش معاه ان ربنا اعظم واجل جل جلال الله من ان يكون له صاحبة او ولد. هل النقاش مع ده اسهل ولا النقاش مع اللي بينكر اصلا وجود اله لهذا الكون؟ وده مش كلامي انا، ده كلام رب العالمين جل جلاله الذي قال في كتابه العزيز: ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. طبعا اختلف المفسرين في هذه الآية، هل هي نزلت في من آمن من النصارى أو المسيحيين اللي هو خلاص أصبح مسلم، ولا نزلت في المسيحيين بشكل عام؟ والأرجح من قولي المفسرين، وهو الذي تؤيده الأدلة الصحيحة، أن هذه الآية عامة في المسيحيين بشكل عام، مش بس خاصة في من آمن منهم، لا ده كلام عام في المسيحيين. فالإحصاءات دي تخلينا ما نبقاش فرحانين، يعني أنت فرحان أن واحد مسيحي بقى ملحد؟ يعني أنت إزاي تفرح بحاجة زي كده؟ بالعكس هذا شيء محزن. 15 مليون مسيحي إنجليزي تحولوا إلى الإلحاد في 20 سنة فقط، 15 مليون في 20 سنة، يعني كل سنة حوالي 800 ألف أو حاجة زي كده. تخيل أنت بقى 800 ألف وشخص إنجليزي كل سنة يترك المسيحية ويتحول إلى الإلحاد. طب الناس دول لماذا لم يصبحوا مسلمين؟ هو ده السؤال المهم بقى اللي المفروض إحنا كمسلمين ننشغل به، يبقى هو ده السؤال اللي شغلنا، لماذا لم يتحول هؤلاء الناس إلى الإسلام؟ لأسباب كتيرة جدا، من أهم هذه الأسباب ضعف المؤسسات الإسلامية الدعوية، إنك أنت المؤسسات الإسلامية الدعوية ضعيفة جدا وما عندهاش أصلا أموال تنفق على الدعوة إلى الله عز وجل، قائمة كلها على التبرعات الشخصية، وأكثر الدعاء إلى الله عز وجل في العالم بيعملوا على مجهودهم هم الشخصي، يعني ناس نظروا أنفسهم للدعوة إلى الله عز وجل وينفقون عليها من أموالهم. لن تجد دولة إسلامية تحمل على عاتقها مسؤولية الدعوة إلى الله عز وجل. شوف مثلا في مصر الأزهر الشريف بيقوم بمجهود، ولكنه مجهود ضعيف للغاية، مجهود ضعيف للغاية. شوف انت دول الخليج مع انها دول يعني عندها القدرات والإمكانات، ولكن مجهودها ضعيف للغاية، مجهود ضعيف للغاية. انت حتى في مراكز إسلامية حول العالم ما بتلاقيش فيها نسخة مترجمة من القرآن الكريم، انا رأيت ده بعيني. مركز إسلامي في بلد المسلمين فيه أقلية، المفروض بيبقى فيه بقى كوادر من الدعاة ليل ونهار شغالين في الدعوة إلى الإسلام، ما عندهمش حتى مصاحف مترجمة باللغة بتاعة البلد اللي هم فيها علشان يوزعوها على الناس. فضلا بقى عن ان يكون في كوادر فعلا دعوية مدربة، يكون الناس بتعرف تتكلم اللغات دي ويكونوا دارسين اسلام كويس وعارفين يردوا على الشبهات ازاي، ان هم ازاي يعرفوا يتكلموا مع الناس، ولو حد بدأ يناقشوا يعرف ازاي يتناقش معاه الى اخره. كل ده محتاج تدريب ومحتاج دراسة ومحتاج تعليم ومحتاج جهد كبير جدا يبذل. الكلام ده تقريبا مفيش حد بيقوم به الا افراد بيقوموا به على مسؤولياتهم الخاصة وعلى نفقاتهم الخاصة. الفاتيكان في سنة 2011 كانت الميزانية المخصصة للتبشير بالكاثوليكية في العالم مقدارها 90 مليار دولار، 90 مليار دولار في سنة 2011، يعني من 11 سنة النهاردة ممكن تكون اتضعفت من أجل التبشير بالمسيحية. المسلمين اللي هم عددهم 1.9 مليار أتصور لا ينفقون 1/1000 من هذا الرقم في التعريف بالإسلام أو الدعوة إلى الإسلام. ضعف المؤسسات الدينية وعدم وجود دولة تتحمل مسؤولية الدعوة إلى الإسلام وتكوين الكوادر الصالحة للدعوة إلى الإسلام والنفقة على ذلك والدعم السياسي للدعاء إلى الإسلام، كل دي مشاكل كبيرة جدا مواجهة المسلمين. من أهم الأسباب أيضا هو مشاكل بقى المذهبية والحزبية بين طوائف المسلمين. أنت لما بتروح أي مكان في العالم بتلاقي المسلمين عندهم مشاكل بينهم وبين بعضهم،
المجهود الأكبر للمسلمين مش بيبذل لدفاع المسلمين عن الإسلام أو عن تصحيح صورة الإسلام في أعين غير المسلمين أو في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام. للأسف لا، الغالب الأعم من مجهود المسلمين ضائع في الخلافات الداخلية، ده أشعري وده صوفي وده سلفي وده إخواني وده مدخلي وده داعشي وده بلا أزرق، والتي لا عمل لها إلا تمزيق الأمة وتشتيت الأمة وإهدار جهد الأمة في أشياء لا قيمة لها، قضايا خلافية بقالها أكتر من 1000 سنة وما زالوا مسكين في بعض عليها لحد دلوقتي، وبيعتبروا إن هي دي أهم حاجة في الدنيا، ولازم إن إحنا نفني أعمارنا وأموالنا وجهدنا في إن إحنا نثبت إن وجهة نظرنا في القضايا دي صح وإن المخالفين لينا هم اللي غلط. هذه من أهم الأسباب التي تصد عن سبيل الله عز وجل، طبعا ده فضلا عن التشويه المتعمد للإسلام على أيدي أعداء الإسلام. هتجد اليهود، هتجد الملاحدة، هتجد كثير جدا من الطوائف التي عندها موقف عدائي شديد جدا من الإسلام، بتبذل مجهود كبير جدا لتشويه الإسلام في أعين العالم كله. لذلك إخواني الموضوع يحتاج فعلا إلى يعني تأمل وإلى النظر إلى الموضوع بشكل أكثر موضوعية، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمكن لدينه في الأرض وأن يستعملنا لنصرة دينه. وطبعا مش هنسى أذكر حضراتكم لو وجدت إن هذا المقطع مفيد أرجو أنك تحاول تساعدنا على نشره، ولا تنسى الإعجاب بالحلقة، وإذا لم تكن مشترك على القناة فلو سمحت اشترك على القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.